تذكر الموت وما بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والآية تعد أصلا عظيما في هذا الباب، باب التزكية للنفس والمحاسبة لها. ويقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت على قلبي أن يفسد. والموت هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة، بين دار العمل ودار الجزاء على العمل. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وتذكر الموت نافع جدا للعبد في تزكية نفسه. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا مهم جدا في باب تزكية النفس، أن يذكر نفسه، أن يذكر المرء نفسه بالموت.